فانا فكرت ان اهم حاجه في حبه نصايح كده حابه اقولها لكم. طبعا بقى 5 سنين متجوزه. اول نصيحه الاحتواء، لازم تحتوي جوزك. يعني مثلا لو هو عنده مشكله تتكلمي معاه، تحاولي تحليها له. فاول حاجه تبقى ايه؟ الاحتواء. تاني حاجة يعني دلعيه بقى. مثلا تعالي بقى في حتة الدلع ده. ده مين ده؟ لا انا بكلم في فيديو عن الدلع. ايه مش بدلعك؟ ده في الفيديو. اصحي قبليه مثلا بنص ساعة، فطري، اعملي له فطار، ياخده مع الشغل برضو لو النبي. مش انا بعمل لك ده؟ المتجوزين بيعملوا كده؟ مش انا بعمل لك فطار الصبح؟ اقول يعني ولا طبعا طبعا يا حبيبه قلبي، تسلم ايدك، تحفه طبعا طبعا. برضو يعني لازم برضو ايه تحضري له الحمام، ياخد دش قبل ما ينزل. ده مين ده؟ في ايه يا عماد، انت مستغرب ليه وانا مش بحضر لك الحمام؟ طبعا ده ايه متحضر. تبقي كاويه له هدومه وحطها له مثلا علشان يلبس ما يتاخرش. طب ممكن بس صوت ضحكتك؟ عارفه انت بتضحك على التلفزيون، انا عارفه. في النهايه يعني الجواز دوت اهم حاجه فيه التفاهم.